صباح النور بشايب. صباح النور سيدي عماد. صباح الفل دوخة أخرى ونعاس ولا ما عرفت شنو عماد هاو تاخر عاوتاني الثمن ديالو اللي هو 700 درهم بروكار. ها هو بروكار العبار ديالو 3 متر في لاصوا باش تزكي معاه ماشي غادي يوصل في لاصوا حرير ومع جلابة عاوتاني بالفولار ديالو والثمن ديالهم اللي غنقول لك هو الثمن ديال هاوت الجديدة عاوتاني هو 700 درهم. اللي بغى قفطان بوحديته عاوتاني راه ثمن آخر يعني كنقول لك هذا الثمن ديال البروم قفطان ها هو ولاصوا معاه والكريب بجلاب الفولار ديالها 700 درهم بحال الباك هذا باك ها هو دايروا لك 700 درهم هادشي اللي غنوريكم الدرياس راه هما اللي كاين اخو عماد هادشي اللي عطى الله راه واش منو الدوبل ما كاينش منو الدوبل ها الخريب عاوتاني بلا صوا بجليلبه ديالو تا هو كذلك وبالكريب الفولار 700 درهم هادشي اللي كاين راه هو اللي كاين يعني ما كايناش شي حاجه كثيره من غير هادشي هذا وديما العباره الدرياس كنقول لكم 3 متر كنقولش كج مترون اللي لقيتي فيها جمترون راه ديالي انا راه كنبيع الكوبو 3 متر هي ديالك على مترونس في العرض والجلابه جلابات هي كذلك جميترونس على ميترونس يعني دابا درت لك برومو هنا راس من 100 درهم غير لاصو هذا 800 درهم وزدك مع اليوم الكريب وكنقول لك 800 درهم هذا الباك عاوتاني نزيدك عاوتاني هذا السيال هذا تصور زوين 800 درهم 700 درهم حيت هو اللي في 800 درهم دابا عماد 700 درهم البروكار ولاصو وجليليبه كذلك بالفولار ديالها واللي بانوا لا تصاور ما واضحينش راه غادي يصوروهم الدراري ويلوحوهم لك واضحين عاوتاني على كارناج هنايا وبلون كاسي بالدوري درت لي هذا الفير هذا وجليلبه عاوتاني كذلك هاد جليلبه بوحدي تا راه يبيعوا لك في بلاصه اخرى بهذا الثمن اللي كنقول لك انا ديال 700 درهم انا عطيك هادشي كامل وكنقول لك 700 درهم انا سيدي عماد اللي ما عجبكش اخو عماد قول لي هنا عاوتاني هذا البروكر هذا زيد هذا اللوين هذا زيد هذا الكري عاوتاني تا هو كذلك راه كريب واخا فيها الري الزواقه ديال الجوهره واللوينات كاملين الدريه زوين على اختاريناهم كيف كيقولوا بعنايه بنوع من الدقه والتفاهم ما كاينش الزربه ولا العجله حتى راهو من داكشي اللي جا على حق وطريقه عاد جبت لكم الهوته اللي هي 700 درهم 14 الفريال واش اللي غتشوفوا راه هما اللي كاينين ما كاينش شي حاجه اخرى من غيرهم انا عاوتاني بلون كاسي بالفيغوز وزيد هاد الجليلي عاوتاني هي كذلك هذا شال 700 درهم اللي بغى يعرف عاوتاني فين كاينين كليان ديما كيزادوا جداد يوميا راه كاين في حي الحسني شارع افغانستان برنس هذا بروكر عاوتاني بلاصه تا هو كذلك كتشوف فيه مخدم اغجونطي فلاورز وزيدك عاوتاني هذا كريب تا هو كيف كتشوف معايا بالفولار ديالو الغوج بالنوار وكنقول لك 14 الف ريال هنا بلون كاسي عاوتاني بالباج كريمي وعطيك عاوتاني هاد الجليلبه هي كتشوف فيه ها هي بالفولار ديالها وكنقول لك 14 الف ريال هادشي كامل 14 الف ريال عرض محدود ما عندوش شي حاجه كثيره يعني قلت 3 ايام ولا 4 ايام وغادي نرجع للثمن ديالو عاوتاني اللي هو 800 درهم بروكر عاوتاني مشيت على الدسقه اللي فيه اللي هو الدوغيت خيط بنص الجزائري تا هو يجي زوين هذا تا هو كذلك راه كريب محفر لاصوا ونزيدك عاوتاني الفولار وديما كيبقى الثمن هو 700 درهم يعني 14000 كي تقول عندك لي انا قالت لك قول لي بالريال وبشعيب 14000 ريال اختي هذا عاوتاني بغيت يديري لي لون في اللون ديروا اللون في اللون بغيت تخلي هذا اللون راه ممكن بغيت ديري بلون كاسر يمشي مع بلون كاسر بغيت ديري السومو كذلك تا هو يمشي مع السومو وعطيك عاوتاني جلابه كريب دو سوا بالفولار ديالها وكنقول لك 14000 ريال هذا عاوتاني اغجونطي درت مع هاد الغوج بوغدو درت مع هاد الكريب عاوتاني ها هو كيف كتشوف معايا وعماد خصنا مازال نصوروه لي ملي بانت لك اختي شي صوره ما واضحاش راه نصوروه ونلوحو لك هذا كذلك تا هو 14000 ريال بالفولار ديالو السوم عاوتاني بالكويفري هذا تا هو مغلوق بغيت يدير اللون كيف كنقول لك ديما اللون في اللون كيبقى الاختيار التحتاني ديالك اختيار ماشي اللي كنراهم لك انا كنحاول نقصر عليك شنو كاين وديما الاختيار كيبقى لك تي بغيت ديري لون الارض اللي هي الامره ديري بغيتي دير الدوغي راه يجي معاه بغيت دير الكارتي كذلك راه يجي معاه والضروري عاوتاني كنعطيك الكريب هذا وكنقول لك 14000 ريال 700 درهم عاوتاني بحال هذا درت بهذا اللجون هذا حيت اصلا هذا كيمشي مع اللجون وداخل في هذا الزقه اللي هنا يعني هذا مع هذا راه غادي يجي زوين حتى في الخياطه ديالو تخدم بهذا اللون بنص الجزائري يعني كلشي داكشي اسورتي وجليلي عاوتاني دار الربيعه هي 14000 ريال وكميه محدوده الدريات شوف عاوتاني شنو درت لك هنا بلون كاسي بالغوج بغيك يعني غادي لورونج والكريب هو كذلك بالفولار ديالو كلشي داكشي متناسق ما كاينش فين ما كاينش الغلط ما كاينش الغلط كل ثقه في النفس ما كاينش الغلط هذا عاوتاني كذلك بغيت تخدمي بالدوغي راه تخدمي بغيت تخدمي بالارجونت راه كتخدمي ورابحه عاوتاني جليليبه وكنقول لك 14 الا بغيت تبدل القفطان تبدلو ماشي مشكل مرحبا على راسي وعيني بغيت تبدل القفطان على راسي وعيني الفيغوز عاوتاني بهذا الاوبرجين واخا ما غتلقاش محسن اييه ودرت له عاوتاني الكريب والفولار ديالو هذا البلو حتى هو و14 ريال ونقول لكم بصحتكم وراحتكم ما تعطلوش راه الشيء اللي كاين هو اللي كاين وما كايناش شي حاجه اخرى من غيره والعرض راه محدود كاين عاوتاني هذا الفار هذا غواتيمالا وكاين هاد الغوج بغيك بالفولار ديالو وضرب بروكار دو سوا نزيد لكم حاجه اخرى عاوتاني ما هضرتش لكم على البروكار هاد البروكار تبغي تطرزي وتنبتي ما تخافيش منه عطيك اختي شي حاجه اللي كارونتي بصحتك وراحتك هانا عاوتاني
الغوز بالفولار ديالو كريب ارجونتي واللون هاد الحسنه ديما كنقول لك خسر دير اللون اللي بغيتي اي لون كيمشي لك مع البلون حيت عارف البلون يعني كيمشي مع جميع الالوان بحالو بحال اللوينات يعني كنقولوا من اللوينات الرئيسيه اللون اللي درتي ليه راه هو اللي كاين واللي بغيت نقول لهم اخو عيمه 700 درهم هذا العرض محدود يعني ما نضمنش المده ديالو غتبقى اسبوع يعني 3 ايام ولا 4 ايام ما كايناش وراه ما غاديش تعاود الثمن هذا غير رجعوا ثاني دو بياس ودغا دو سوا 800 درهم البروكر او بغوشي دو سوا بالدغا دو سوا 800 درهم اليوم درت لي برومو البروكر بلا سوا بالكراب بالفولا 700 درهم صحتكم وراحتكم والارقام ديال الدراري الدريت راه ديما كيبقاو تحت في صندوق الوصف اللي خداتي حاجه الله يدخلها عليها باش تمنى بالصحه والراحه طال العمر.